مساء الخير، اهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا بكل المشاهدين الكرام. او عايزين نتكلم عن يعني حصيله عمليه تحديث البيانات والاجراءات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت. في معلومه بتقول او في كده يعني المصادر بتتكلم عن 3 مليون شخص ما حدثوش الارقام الهواتف بتاعتهم او بطاقات التموين بتاعتهم. بس دول بيصرفوا، ده يقول لنا بيصرفوا دول عادي. بيصرفوا. طيب التطور ده معناه ايه وايه التغيير اللي ممكن يحصل دلوقتي في قوائم المستفيدين من الدعم؟ أولا الدولة بتحاول جاهدة توصيل الدعم للمستحقين من خلال تقنين بطاقات التموين، بحيث ان لو اي وفر في الدعم بيوجه للأسر الأكثر احتياجا. ده أول نقطة. ثانيا، موضوع تحديث البطاقات لن يتم لكافة الحاصلين او المواطنين اصحاب البطاقات، ولكن بعض المواطنين اللي تم ارسال رسالة نصية على ابون العيش توجه الى اقرب مكتب تموين لتحديث البطاقه، سواء بتسجيل رقم محلي او خاصه بالدخل العالي او سياره حديثه. هذه الفئات هي التي تقوم بالتوجه لمكتب التموين وتحديث هذه البيانات. بخلاف ذلك لا، البطاقه الساريه وكافه البطاقه الساريه فيما لا يخالف ذلك. بخصوص موضوع الأفاء اللي معالي الوزير الدكتور علي مصلحي أعطاه مهلة للمواطنين كافة اللي تم حصولهم على حقوق غير مستحقة لهم من خلال بطاقة التموين عن طريق وجود فرض أو أكثر زائد على بطاقتهم، وهو هذه الأفراد الناتجة عن وجود حالات وفاة لم تحذف أو سفر للخارج أو ما شابه ذلك، المهلة مدة شهرين. على المواطن أن يتوجه إلى أقرب مكتب تموين ويخصم هذه الأفراد الزائدة خلال المهلة المحددة من قبل معالي الوزير اللي هي شهرين. في خلاف ذلك يتم حساب الفروق التموينية على المواطن دون أفاء له بذلك. طب هنا في نقطة أفهمها من حضرتك، اللي يتوجه خلال الشهرين دول يتم إعفائه من الغرامة، لكن اللي مش هيتوجه حتى بعد الشهرين هيدفع الغرامة. أنا كده فاهمة صح ولا لأ؟ تمام. هو التوجه عبارة عن إيه؟ أنا بطاقتي فرضين على أرض الواقع وبستفيد بثلاثة. لأي سبب، هل خطأ في السيستم، هل كان في أرض توفى، في الأسرة، أيا كان السبب. أيا يكون السبب بقى. اتوجه لاقرب مكتب تموين واقول لهم انا فرضين في البطاقه، في من فضلكم احذفوا الارسال ده لان انا غير مستحق لهذا. ده رغبه من المواطن. في حاله بقى عدم التوجه يتم تطبيق عليه القانون، وهو دفع الفروق التموينيه بالاسعار العاديه. بس ده لغايه امتى يعني؟ هو مش باثر رجعي صح ولا باثر رجعي؟ لا، ده هي معالي الوزير صدر القرار من 1/7 ل 1/9 ان شاء الله. من 1/7 ده 1/7 اللي احنا فيه ده لغايه 1/9 الاعفاء. يعني اللي فات مالناش دعوه بيه، احنا لينا في اللي جاي. اوكي، في اللي جاي. ايوه، اي نكون بقى المده اللي كان هو استفاد بيها الاعفاء يستفيد منه المواطن في هذه المده، بحيث على اخر شهر 9 يبقى خلاص انتهينا من المهمه دي. اول شهر 9 ان شاء الله يبقى كده انتهينا من مهمه بقى التحديث بشكل كامل. تمام صح كده؟ تمام، عشان نغلق هذا الملف. تمام سيادة. طيب وده معناه يا فندم ان احنا بحلول 1/9 قد ايه كم شخص هيطلع من قائمه مستحقي التموين على حسب لحد دلوقتي باللي احنا واصل لنا توقعاتكم، بالناس اللي حدثت، بالناس اللي ما حدثتش، بالناس اللي ميته موجوده بتصرف لسه لحد النهارده؟ اكيد عندكم يعني حصر ولو ما المتوفين بقى والمسافرين دول خلاص خرجنا منهم. هي كمعلومه مؤكده لا يوجد حصر بها مؤكد، ولكن هي نسبة ممكن توصل 3% 4%. 3%. حسب الأفراد. من كام يا فندم؟ 3% ده من كام؟ من 65 مليون؟ احنا عندنا عدد البطاقات التموين المستفيدين على مستوى الجمهورية 23 مليون بطاقة. عدد المواطنين اللي بيستفيدوا سلع تموينية 64 مليون. وعدد المستفيدين خبز 71 مليون مواطن. يعني عدد ليس يعني 3% دي من انهي رقم فيهم؟ من 23 مليون، من ال 71. لا، من العدد من ال 71 مليون. من ال 71 مليون. اوكي، 3% منهم. ماشي، ده رقم بسيط مهم. يعني لا، بس رقم طبعا مهم. طبعا
طبعا رقم مش قليل الرقم ده، يعني هيترجم في فلوس للدوله. طبعا هيترجم بفلوس للدوله تقدر توجهه للاسر الاكثر احتياجا، اعاده توجيهه للناس اللي محتاجه بدل ما حد بالزبط. بيستفاد من الدعم بالزبط. عن متوفي وعن شخص غير مستحق، مساله مهمه. تمام، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سيد دايره وكيل وزاره التموين.